احنا وقفنا امبارح للجزئيه او المره اللي فاتت، يعني امبارح، ان احنا عملنا انسرت وديليت. ازاي نعمل انسرت للعمود او الصف او الشيت او الورقه يعني، وازاي نعمل ديليت لنفس الحاجه للعمود او الصف او الورقه. تمام. في بقى فورمات. ايه فورمات دي؟ احنا قلنا عندنا كذا طريقة لتغيير عرض العمود او ارتفاع الصف. اول طريقة احنا قلناها ايه؟ ان احنا ممكن نضغط ونسحب. تمام؟ فاكرين الجزئية دي؟ نضغط كده ونسحب، نقف بين الاسامي العمودين ونضغط ونسحب. او انا مثلا لو انا عايز عرض العمود يكون يكبر بحيث يبقى يحتوي البيانات اللي جواه او كل البيانات اللي جواه تبقى واضحة، قلنا هنيجي بين العمود، بين اسم العمود ده بينه وبين اللي بعده، او يبقى نمشي كده علامة زائد، نعمل دبل كليك. تمام. طيب في طريقة ثالثة، ان انا لو عايز اغير عرض العمود او ارتفاع الصف بارقام معينة، انا احدد العمود ده او اقف اي خلية فيه، وبعدين هاجي من فورمات هقول له ايه، كولوم ويدث، عرض العمود، يبتدي يقول انت عايزه كام بوينت، مثلا خليه 20. اوكي تمام، اهو عرض العمود. مثلا عمود سي احدده، سوري مش رو، كولوم، كولوم ويدث اهو، مثلا ده كان 8، خليه برضو 20. تمام. الميزة بقى ان انت ممكن تحدد مجموعة الاعمدة دول وتقول له انا عايز كلهم يبقوا نفس العرض، مثلا عرضهم كلهم 20. تمام. يبقى انا ممكن اغير عرض العمود برقم محدد، كذلك ارتفاع الصف. لو انا حددت الصف ده او واقف على اي خليه في الصف، اقول له فورمات رو هايت، ارتفاع الصف، هنيجي مثلا نقول له ايه، 18 اهو، رو هايت خليها تاني مثلا 30 عشان تبقى اكبر. بصوا كده اهو. وممكن تغير تحدد الصفوف كلها وتيجي تقول له من فورمات رو هايت، ارتفاع الصف، وتقول له مثلا كلهم انا عايزهم 30. تمام. يبقى دي طريقة تالتة لتغيير عرض العمود او ارتفاع الصف. طيب نيجي بقى تاني من فورمات. بصوا كده، انا عايزاكم تبصوا على فورمات، في حاجه اسمها اوتو، خلينا اوتو فيت كولوم ويدث. شايفين دي كلمه اوتو فيت؟ معناها احتواء تلقائي. فاكرين امبارح احنا لما جينا كتبنا كلمه كبيره وقلنا العمود ده عايزين نغير عرض العمود بحيث ان هو يحتوي الكلمه دي او الكلمه دي تكون ظاهره، فعملنا هنا دبل كليك. هي نفس الفكره، كلمه اوتو فيت لو انا واقف عند الكلمه دي قلت له من فورمات اوتو فيت كولوم ويدث، اللي هو احتواء تلقائي لعرض العمود، يعني انا عايز عرض العمود يكبر بحيث يحتوي الكلام ده تلقائيا. اهو بصوا كده. بس هنا بقى ايه، لو كانت في كلمه مكتوبه اكبر منها، بصوا انا اديكوا بقى الفكره اهي. تمام. انت واقف على الخليه الاول دي اللي فيها كلمه دي ودي جمله اكبر منها، لو احنا واقفين عندي دي قلت له هنا اوتو فيت كولوم ويدث، هيبقى بعرض انهي كلمه العمود، الكلمه دي ولا الكلمه اللي تحتها؟ تفتكروا؟ طب نشوف الكلمه دي، يعني ما بقاش بعرض اكبر كلمه زي ما عملنا بالدبل كليك، هو بقى كاني بقول له انا عايز العمود يحتوي تلقائيا الجمله اللي انا واقف عليها، لكن لو في جمله اكبر منها خلاص برضو مش هتبقى مش ظاهره. فعلشان كده الدبل كليك دي افضل منها، يعني افضل لو انا عايز عرض العمود بحيث ما تكونش فيه اي بيانات مش ظاهره او مخفيه والكلام ده. معايا؟ وانا مش عارفه انتوا يعني ردوا عليا وقولوا لي اكتبوا لي تمام كده. ايوه ما حضرتك، ماشي ماشي، واضحة الفكرة. طب واضحة الفكرة دي، اللي هو الفرق ما بين ان هنا في عندنا حاجة اسمها اوتو فيت. اوتو فيت معناها احتواء تلقائي لعرض العمود، يعني انا عايز عرض العمود يحتوي تلقائيا الجملة اللي انا واقف عليها، بس زي ما قلت لكم لو في جملة اكبر منها مكتوبة في نفس العمود برضه هيبقى في جزء منها مش واضح. لو هنبصوا كده
فانا لو جيت عند الكلمه دي قلت الاوتو فات تمام، لكن الجمله اللي تحتها كبيره برضو مش ظاهره، لان يعني انا خليت عرض العمود بحجم الكلمه كنت واقف عليها، لا انا عايزه يبقى بحجم اكبر كلمه موجوده عنده، يبقى هعمل دبل كليك ما بين اسم العمود واللي بعده. تمام، نفس الحكايه اللي هي الرو، يعني في نفس الحكايه، في عندنا اوتو فات رو هايت، ارتفاع او احتواء تلقائي لارتفاع الصف، نفس الحكايه، يعني بدل ما تعمل دبل كليك. تمام، قول معايا. طيب من فورمات في حاجة مهمة تانية أنا عايزاكم أو نعرفها. احنا قلنا امبارح إن الأسامي الشيت دول أسامي مؤقتة، يعني دي مش أسامي الشيت النهائية، عشان كده احنا لما جينا نضيف شيت جديدة ابتدى يرقمهم أي حاجة، يعني يحط واحد، يحط مثلا 5 في الأول، 7 في الأول، 8 في النص. تمام، انا لازم اغير اسم الشيت باسم يدل على محتواها. تاني حاجة، انا ممكن ارتب الشيت دول، يعني ايه؟ يعني مش شرط ان تكون دي اول شيت، انا ممكن اخليها هي دي التانية التالتة. تمام، الاول ازاي نغير اسم الشيت؟ ممكن بطريقتين، يا اما انا واقف عند شيت 1 من فورمات واقول له ايه، رينيم شيت. تمام، هيديني كده اسمها باللون الاسود، ابتدي امسح واكتب هنا مثلا اسمها. تمام، وانتر. او لو انا عايز اسمي الشيت بطريقة تانية، ان انا اعمل كليك يمين على الشيت، كليك يمين على الورقة كده واقول له ايه، رينيم، واسميها مثلا انا خليها مثلا تنسيق، هنا كليك يمين رينيم تمام، انتر، خلاص. يبقى انا ممكن، طبعا هو مش ممكن، هو لازم ان انا بعد او قبل ما احفظ الملف كمان، ان انا اسمي الشيت اسم يدل على المضمون بتاعها. تمام، يعني ابقى عارف ان الشيت دي دي فيها بيانات، دي فيها حاجات خاصة بالتنسيق، دي فيها حسابات. تمام، طيب حاجة تانية، ازاي نغير ترتيب الورق او ترتيب الشيت بتاعنا؟ يعني ايه، انا عايز الشيت بتاع البيانات دي ما تبقاش في الاول، تبقى في الاخر، او تبقى في النص ما بين تنسيق وحسابات اللي انا عملتهم، او اخد نسخة من الشيت دي واحطها، يعني اعمل نسخة من الشيت احطها في الاخر، او اخد نسخة من الشيت دي واديها ملف تاني. يبقى انا عندي كذا حاجة، يا اما ان انا عايز اغير ترتيب الشيت، او اعمل نسخ منهم، او يعني انقلهم من مكانهم، او اوديها كمان لملف اكسل تاني. ممكن يكون عندي ملف اكسل وانا عايز اعمل نفس الشيت دي في الملف التاني، فبدل ما اقعد اكتبها، لا انا هاخد منها نسخة او انقلها لو انا عايز اعملها نقل، يعني مش كوبي. تمام، فاول حاجة ازاي ننقل الشيت او نغير مكانها. لو انا جيت بص كده، اضغط على اسم الشيت، اضغط واسحب، شايفين معايا في ورقة اهي، وفي خط اسود، سهم اسود ماشي معايا، شايفين مكان ما بيشاور السهم الاسود ده، لو انا سبت الماوس هتتحط الورقه. يعني انا سبت الماوس كده، السهم بيشاور بين تنسيق وحسابات، لو سبت الماوس كده اهي نقلتها، عملت لها موف نقل، بصوا كده اهو، لما اضغط واسحب اهو. تمام، ممكن اضغط واسحب وانقل الشيت من مكانها لاي، يعني اغير ترتيب الشيت، اغير ترتيبهم. طيب حاجة تانية، انا مكنتش عايز اغير ترتيبها، لا ده انا كنت عايز، او مش عايز انقلها، انا كنت عايز اخد نسخة من الشيت دي واحطها في الاخر. هنا اعمل ايه؟ هضغط واسحب، بس وانا بضغط واسحب اضغط كنترول، بصوا كده شايفين علامة الزائد اللي اترسمت جوه الورقة؟ لو انا سبت، انا اهو السهم الاسود بيشاور في الاخر، هسيب الماوس والكنترول. تمام، قال لي ده بيانات اتنين، يعني دي نسخة تانية من ورقة بيانات، ادي بيانات وادي بيانات اتنين. يبقى انا كده اتعلمت اعمل ازاي نقل او نسخ للورقة في نفس الملف، في نفس المصنف.
طب انا عايز بقى اخد نسخة او انقل الورقة دي بس اوديها ملف اكسل جديد. انا ممكن افتح ملف اكسل جديد الاول، فايل زي ما كنا بنعمل في الوورد، فايل ونيو جديد، وبرده زي الوورد يا جماعة، دول قوالب جاهزة من النت، لكن دول حاجات موجودين عندي على الجهاز. هنقول له بلانك ورك بوك، قلت لكم الملف الاكسل ما اسمهوش مستند، اسمه مصنف بالعربي او ورك بوك بالانجلش، بلانك ورك بوك، واقول له كرييت. انا كده عندي ملفين اكسل، بصوا كده، بصوا انا عندي ملف اللي مسمياه تدريب، وعندي ملف مسمياه بوك 2. طيب خليني ابتدي اعمل ايه، اروح لبوك لملف اللي اسمه تدريب بتاعي، وانا عايز انقل بيانات اتنين دي، ممكن اسميها اسم تاني، ممكن اقول له مثلا رينيم، خليها بيانات نهائية مثلا، او بيان تمام. انا عايز بقى انقل بيانات نهائية دي، انقلها في الملف الاكسل اللي انا فتحته ده اللي هو بوك 2. اعمل ازاي؟ ما ينفعش بطريقه الضغط والسحب، يعني انا لو حبيت اضغط واسحب كده واحركها، بصوا غلط. امال اعمل ايه؟ من فورمات، بصوا انا واقفه عن انا واقفه عند بيانات النهائيه دي، واجي من فورمات عندي ايه، موف اور كوبي شيت، نقل او نسخ الورقه. تمام، هو بيقول لي البيانات النهائية دي موجودة في ملف اسمه تدريب، ممكن تقول له مثلا موف تو اند، او مثلا تقول له تنسيق. يعني ايه ده؟ ده لو انا قلت له كده، شايفين كلمة بيفور شيت؟ بيفور شيت تنسيق، يعني الورقة اللي انا واقف عليها دي اللي اسمها بيانات، انقلها قبل الورقة التنسيق. بص كده، عملت لها اوكي، يعني كأنك بدل ما تضغط وتسحب. تاني، ادي بيانات نهائية، فورمات موف اور كوبي شيت، انا كده كاني يا جماعه بنقلها في نفس الورقه، في نفس المصنف، بنقل الورقه بتاعتي في نفس ملف الاكسل. تمام، لا انا مش عايز انقلها في نفس ملف الاكسل، انا عايز انقلها في ملف اكسل تاني. يبقى انا شايفين كلمه تو بوك، بيقول لي موف سيلكت شيتس تو بوك، انا هنا تو بوك الى المصنف، اقول له اه لا وديها لي مصنف بوك 2. هيقول لي بوك 2 فيه 3 ورقات، شيت 1 شيت 2 شيت 3. الورقه بتاعتك دي اللي انت واقف عليها اسمها بيانات نهائيه، انت عايز تعملها ايه؟ بيفور شيت 1، يعني انا عايز احطها بيفور شيت 1، كليك دبل كليك اهي جت. تاني ارجع تاني، مش هترجع التدريب. بصوا كده معايا تاني، هقول اعيدها لكم تاني. بصوا كده مثلا بيانات دي انا عايز اخد منها نسخة او انقلها لملف اكسل تاني. فانا الاول واقف على الصفحة دي او على الشيت دي، اقول له هنا فورمات موف اور كوبي شيت. طيب هو بيقول لي هي موجوده في ملف اسمه تدريب، لو انا يا جماعه ابتديت اتحرك هنا كاني بقول له انا عايز احركها في نفس الملف زي الضغط والسحب، او تقول له مثلا موف تو ان حركها في الاخر، او تقول له هنا انقلها قبل حسابات. لا انا عايز اوديها ملف اكسل تاني، يبقى افتح هنا اقول له انا عايز اروح لبوك 2. قال لي بوك 2 فيه بيانات نهائيه، وشيت 1 شيت 2 شيت 3. الورقه اللي انت محددها انت عايز تحطها فين او تنقلها فين؟ مثلا بيفور شيت 2 يبقى كده احطها بين 1 و2، او بيفور شيت 3 يعني احطها بين 2 و3، او موف تو اند تحريك للنهايه، او خليها لي في اخر ورقه. لو قلت له اوكي كده بعمل لها نقل. طب افرض انا جه في بالي ان انا عايز اعملها منها كوبي، نسخه يعني، هقول له كرييت ا كوبي. تمام، كرييت كوبي، انشاء
نسخة. لو انا قلت له كده كأني بقول له انا عايز نسخة من بيانات دي واحطها في النهاية في بوك 2، قول له اوكي. بصوا ادي بوك 2 وادي الورقة بتاعتنا بيانات، ودي نسخة منها لان انا رحت الملف بتاعي الاساسي اللي اسمه تدريب، هلاقي بيانات اهي موجودة ما اتنقلتش، انا عملت بس نسخة منها. طبعا هو النسخة دي خلاها بنفس الاسم، مخلاهاش بيانات اتنين عشان هي في مستند مختلف. واضحة الفكرة دي؟ محدش يرد عليا. تمام، يعني واضحة ازاي ننقل ورقة من في نفس المصنف او نوديها مصنف تاني. اوكي ماشي يا امان. ممكن حضرتك توريها تاني عشان اتلخبط؟ ايه هتلخبط ممكن توريها تاني؟ حاضر، بصي انا دلوقتي مثلا شايفة كلمة بيانات نهائية دي، انا عايز انقلها، هي موجودة في بوك 2، انا عايز ارجعها للملف اللي اسمه تدريب. انا عندي ملف تاني مفتوح اسمه تدريب، فانا عايز انقل بيانات نهائية دي اوديها ملف تدريب. اعمل ايه؟ انا اوريدي انا فاتح، انا واقف عند الورقة دي او انا شغال فيها، اقول له هنا من فورمات موف اور كوبي شيت، نقل او نسخ الورقة. هو بيقول ان هي موجودة في بوك 2، هروح انا افتح بوك 2 ده واقول له لا انا عايز اوديها تدريب، الملف المفتوح اللي اسمه تدريب. تمام، قال لي تدريب في 3 ورقات، في بيانات وفي تنسيق وفي حسابات، انت عايز تحطها فين؟ لو قلت له بيفور شيت بيانات، يبقى انا بقول له انا عايز انقل بيانات نهائيه واخليها قبل ورقه بيانات، يعني في الاول خالص، او بيفور شيت تنسيق قبل ورقه اللي اسمها تنسيق، يعني بين بيانات وتنسيق، او بيفور شيت حسابات. تمام، او اقول له لا بيانات نهائيه دي خليها في النهايه. لو انا اخترت كده يبقى انا بيانات نهائيه دي هتبقى اخر ورقه في تدريب، واقول له اوكي كده انا عملت لها موف، نقل، نقلتها خالص. طب لا انا ما كنتش عايزه انقلها، انا كنت عايز بس اخد نسخه منها. يبقى بعد ما اعمل الخطوات دي اقول له ايه؟ اعلم على انشاء نسخه. يبقى في الحاله دي بقول له بيانات اتنين دي اعمل لي نسخه منها في الملف اللي اسمه تدريب، وبعد كده اقول له اوكي. بصي خليتها في النهايه، ولو رحت انا للملف اللي اسمه بوك 2 هلاقي بيانات نهائيه هي موجوده. تمام، وضحت يا خلود؟ ايوه تمام. تمام، طيب نيجي بقى لايه من فورمات فيها حاجات تانية. يعني تاب كلر دي ان انت كمان ممكن تدي لكل شيت لون، لون للتاب اللي تحت دي. يعني لو جيت كده وممكن تعمل ده من كليك يمين، في عندنا حاجة اسمها تاب كلر، وتقول له مثلا الشيت دي انا عايز لونها كذا اهي. بصوا في حاجة اسمها تاب كلر، تقدر تدي كل تاب من دول لون خاص بيها، ده لو احنا عايزين يعني. طيب عايزه بقى ايه، بما اننا احنا عملنا التاسك ده مع بعض وانا عملته زيكم كده، وخلي بالكم ان انا زودت التاريخ، يعني زودوا التاريخ علشان انا دلوقتي انا شغال على تنسيقات الارقام، فانا عايزه يكون عندي ارقام وتواريخ، فزودوا عمود كده تاني اكتبوا فيه تاريخ. الشرطه المايله بتاعت التاريخ دي اللي هي جنب الشيفت في اللابتوب، او الشرطة المائلة دي اللي هي موجودة في الآلة الحاسبة في الكيبورد العادية على ايدكم اليمين، الشرطة المائلة دي بتاعت التاريخ. فعايزاكم تزودوا بس ايه، تكتبوا عمود تاني وتكتبوا فيه تواريخ بالاضافة اللي انتوا عملتوه. يعني قبل ما نعمل بقى التاريخ او تكتبوا التاريخ، انتوا كتبتوا 1 2 3 صح؟ عملتوا التسلسل كده زي ما انا عملت مش كده؟ وكلكم عملتوا كده، انا شفت انتوا اكيد عملتوا تسلسل، انتوا انتر واحد اتنين كده تلاتة. طب ما كانش في طريقة ان الاكسل هو اللي يرقم، يعني هو اللي يزود 1 2 3 بدل ما انا بعمل كده؟ يعني ما فيش طريقة اخلي الاكسل هو اللي يكتب لي
واحد اتنين تلاتة، بدل ما انا اكتبهم يعني اول ما اضغط انتر بقى او اضغط واسحب هو يكتب واحد اتنين تلاتة لوحده. هتفتكروا في طريقة ولا لا؟ الحكاية دي هتسهل علينا كتير، ان انا الاقي طريقة ان انا اعمل الترقيمات دي هتلاقي الدنيا اسهل. عملتوها ازاي انتوا؟ كتبت؟ تمام، برافو عليك. يا في حاجة اسمها تعب، في حاجة اسمها تعبئة تلقائية. ايه تعبئة تلقائية دي؟ دلوقتي يا جماعة لو انا كتبت رقم واحد هنا، تمام، وانا عايز الاكسل يملى الخلايا دي بنفس الرقم، لو انا جيت بصوا كده في الخلية في جزء كده على اليسار زاوية اهو، بصوا كده شايفين الزاوية اللي فيها مربع دي، او مضاف عليها تلاقي المؤشر لونه اسود، علامة زي لونها اسود، تمام. لو ضغطت وسحبت تفتكروا هيعمل واحد اتنين تلاتة ولا هيكرر رقم واحد؟ هيعمل ايه؟ عملتها بس مهندسها في الكلام كان بيكرر الكلام. ايوه تمام، هو بيعمل كده، بصوا كده هو بيكرر، يعني هو تمام. بيعمل حاجة اسمها تعبئة تلقائية. يعني انا لو كتبت مثلا هنا هنا مثلا العنوان، طب مثلا تمام، لو جيت من الزاويه دي كده اول ما بنقشر علامه زائد لونها اسود ضغطت وسحبت، طب حاجه تانية، ده انت كمان لو مشيت كده بصوا مش شرط العمود، ممكن صف اهو، يعني لو عايز كلمه تكررها مثلا هنا اهو. طيب كويس، يبقى عرفنا ان احنا ممكن ان نكرر كلمة او نعمل تعبئة تلقائية في عمود او في صف، بس برضو ما استفدناش ان انا اخليها واحد اتنين تلاتة، صح؟ طب انا عايز اعمل كده، انا عايز اقوله لو انا كتبت ارقام هتبتدي ان انت تعمل لي تسلسل ليها. انت طبعا لاحظت ان انا لما كتبت واحد ربنا ربنا يبارك، صفوة وصف فتوح تقريبا، لو انا كتبت واحد كده وجيت هنا وضغطت وسحبت كرر الرقم، لا انا مش عايز اعمل كده، انا عايزه واحد اتنين تلاتة، يبقى انا اعمل ازاي؟ هو ما يعرفش انت عايز التسلسل كام، يعني مثلا انت عايز واحد اتنين تلاتة اربعة ايه؟ في سلسلة في التعبئة بتحدد منها الرقم ونهاية الرقم اللي تقف عنده. تمام، في حلو ان في ناس عارفه، هو فعلا في سلاسل عنده، الفكره بس ان ايه، هو ما يعرفش اول حاجه ان انت مثلا واحد اتنين تلاته انت عايز تسوي واحد اتنين تلاته ولا مثلا واحد خمسه تسعه الكلام ده. فبص لو انا عايز اعمل تسلسل باي شكل، انا هضغط واحد انتر اتنين، كتبت اول رقمين في السلسله بتاعتي وحددت كده الرقمين دول الخليتين اللي فيها الرقمين، اول رقمين عندي في السلسلة، واجي من الزاوية كده اضغط واسحب، هو هيكمل لغاية انت ما تسيب الماوس، تمام. الفكرة دي ممكن نعملها في اكتر من حاجة، ممكن مثلا نعمل الارقام بتاعت بصوا كده، لو انا عايزة تاريخ مثلا كده، لو جينا ضغطنا وسحبنا بقى بص واحد 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 اتنين، يعني نفترض تلاتة واحد اربعة واحد خمسة لغاية، طبعا بصوا كده علامة النمبر ساين دي او الهاش دي شايفين اللي بتظهر، معناه ان عرض العمود اقل من حجم البيانات، العلامة دي لو ظهرت معناه ان عرض العمود اقل من حجم البيانات، فانا اجي بين العمودين بعمل دبل كليك، بصوا اهو، لا ثواني مش جاي، بصوا كده العلامة دي وانا بكتب في الاكسل لو ظهرت معناه ان حجم البيانات اكبر من عرض العمود، فنيجي بين العمود ده بينه وبين اللي بعده او بنمشي علامة زائد نعمل دبل كليك، فتبقى عرض العمود طبعا بحجم الكلمات الموجودة جوه. طيب حد يقولي فرضا انا كنت يعني انا عملت كده ضغطت وسحبت
وما كنتش عايز اعمل سلسلة، يعني انا كنت عايز اكرر رقم لو 1/1/2020، ما كنتش عايز اعمل 2/1/3/1 لغاية شايفين العلامة اللي ظهرت دي تحت اوتو فيل اوبشنز، خيارات التعبئة التلقائية. لو ضغطت عليها كده على السهم اللي جنبها هتلاقي ان ممكن تقول له ايه، كوبي سيلز، نسخ الخلية او نسخ الخلايا، يعني انت ما تعمليه سلسلة. بصوا اهي، لو جينا ضغطنا تاني هنا هتلاقي مثلا فيل اهي، عمل تسلسل في مثلا ايه، فيل فورماتنج اول، يعني ايه، ممكن تكون انت منسق الخلية دي. ثواني بصوا، انا همسح البيانات عشان اوريكم كده. بصوا انا هاجي مثلا واعمل تنسيقات في الخلية دي، غامق مثلا مائل، ونعمل لها باك جراوند. اوكي، ضغطت وسحبت، عمل تسلسل بالتنسيق. هقول له لا انا ما كنتش عايز اصلا اعمل كوبي فورماتنج اونلي، نسخ التنسيق فقط. هنا فيل without فورماتنج، بصوا كده يعمل تعبئة بس من غير اي تنسيق. ممكن تجرب الاختيارات دي تلاقي في حاجات تانية. فيل دايز يعني تعبئة الايام، او ويك دايز يعني اسابيع، اسابيع، مانس شهور، يعني انت ممكن تكون عايز واحد، بصوا كده 1/1/2/1، او يعني قصدي هو 1/1/1/2/1/3، طبعا في الانجليزي بيكتب الشهر الاول وبعدين اليوم، 1/6/1/9، ممكن تقول له تعبئة السنين، بصوا كده 1/1/2020، 1/1/1/1/2022، تمام، وهكذا. فدي شوية حاجات ممكن نتعلمها في التعبئة التلقائية. طبعا لو عايز امسح كل الكلام بالتنسيق اللي موجود، انا لو حددت كده الخلايا، في عندي كلير، شايفين كلمة كلير، هقول له كلير اول التنسيقات بالكلام اللي جواها، تمام. دي حاجة اسمها تعبئة تلقائية في الاكسل. الاكسل بقى عنده سلاسل جاهزة، يعني ايه، زي ما قال تقريبا خلود او ايمان، شكرا. ايه السلاسل الجاهزة دي؟ ان ممكن انت لو كتبت مثلا كلمة، بصوا سان داي مثلا، انا اكتب كده سان داي، نيجي كده نضغط ونسحب، سان داي، مونداي، تيوزداي، تمام، فرايداي، لغاية ما نوصل يوم الجمعة ابتدي التاني، ساتردي، سان داي، مونداي، يبتدي يكررهم. طب نشوف كده عنده سلسلة مثلا ايه، شوف عنده بالعربي، لا مش جاهزة عنده سلسلة بالعربي. طب ممكن نشوف الشهور، لا ولا عنده شهور بالعربي، هو يمكن عشان انجليش ما فيش. بص مثلا جونيور، انا كتبت حتى الاختصار، يعني عنده سلسلة جاهزة اهي بأسامي الشهور بالانجلش وأسامي الأيام بالانجلش. احنا ممكن نعمل بقى سلسلة زي ما احنا عايزين، يعني فكرة انا شغالة على اوفيس انجلش ومفيش سلسلة الأيام بالعربي، ممكن انا اعمل التسلسل، انا اعمل سلسلة أيام بالعربي، ممكن اعمل تسلسل. لو انا مثلا في مجموعة حاجات دايما دايما ورا بعض بيتكتبوا، فممكن اعمل بيهم سلسلة. لو عايزين تعرفوا الطريقة قولوا لي، يعني عشان هي مش لفة يعني، بس ربما تكونوا انتوا شايفينها مش مهمة، بس والله هي كويسة، يعني هي مش حاجة صعبة. طب نعمل احنا سلسلة بالعربي. بص مثلا انا هكتب ايه، هكتب مثلا ايه، طب بصوا ماشي، بصوا انا هعمل مثلا السبت، احد، طبعا ممكن كنت اكتبهم من جوه بس انا خليني اكتبها كده، يعني ممكن اكتبها اثناء التسلسل، اثنين، اربعة،
الجمعة، تمام؟ هنا انا احدده، انا عايز دلوقتي اعمل ايه يا جماعة؟ عايز اعمل تسلسل بحاجات انا بحتاجها دايما، وعايزهم يبقوا تسلسل. خلاص حددتهم ورحت قلت له من فايل اوبشنز، فاكرين اوبشنز؟ ادفانسد، بصوا كده، بصوا انا نزلت تحت لغايه جنرال، في حاجه اسمها اديت كاستم ليستس، يعني تحرير قائمه مخصصه تقريبا يعني. ايوه بصوا احنا نزلنا كده في الاوبشنز ادفانسد اديت كاستم ليستس اهي، كليك. انا دلوقتي عشان انا كتبتهم بره، انا فاكر لسه كنت بقول لكم ممكن تكتبهم هنا ونعمل اد، انا بس هقول له اكسبورت، انا عشان محدده خلايا كلمه سوري امبورت، يعني هات لي اللي انا محددهم اهو اتكتب، شايفين؟ اه امبورت، واقول له اوكي خلاص اوكي تاني بره. بصوا كده انا امسح دول واكتب بقى، لو جيت كتبت في اي مكان مثلا هنا السبت وجيت ضغطت وسحبت، هيفضل يكرروا بقى. بصوا يعني لغايه ما يوصل الجمعه وبعدين يبدا السبت لحد وهكذا، تمام؟ يبقى احنا عملنا عندنا حاجه اسمها اوتوفيل او تعميه تلقائيه، وعندنا الاكسل عنده سلاسل جاهزه موجودة عنده، وعرفنا ازاي لو انا عايز اعمل تسلسل ارقام انا ممكن اكتب اول بس رقمين في السلسلة، يعني بصوا كده ممكن اكتب كنت كتبت 0 و10، انا بزود كام دلوقتي يا جماعة؟ 10 10، وجيت احدد مثلا احدد الخليتين دول واجي من الزاوية دي اضغط واسحب اهو لغاية ما تسيب الماوس. بصوا اهو 0 10 20 30 40، كأني بقول له انا بزود 10 10 لغاية كده، واضح؟ في أي مشكلة؟ تمام. خلود، ايه الأخبار؟ الإكسل لسه صعب ولا سهل؟ لا الحمد لله كويس. طيب تمام. بص بقى احنا نحدد الخلايا دول اللي انا كاتبه فيهم، فانا عايز الغيهم لان هو كمان منسقهم، عايز الغي كل حاجه بالتنسيقات، هقول له كلير، لان في كلير ممكن يعمل كلير للفورمات بس او للكونتنت بس، يعمل مسح ليه؟ طبعا انا عملت ديليت من الكيبورد، هيمسح البيانات بس ويسيب التنسيقات زي ما هي، زيها زي كلير كونتنت دي، لان عايز امسح كل حاجه، بقول له كلير اول، امسح التنسيقات بالكلام المكتوب، تمام؟ يبقى احنا يعني احنا بس انا حبيت على فكره حكايه ان انا اضغط واسحب دي واعبي البيانات او اعمل تعبئه تلقائيه دي هتفيدنا جدا في موضوع المعادلات، ان احنا ممكن نكتب معادله مره واحده وننسخها لباقي الخلايا، فعشان كده احنا بنتعلمها من الاول عشان بقى عارفينها والمعلومه دي موجوده عندنا، نيجي لما نستخدم ان شاء الله المعادلات هتلاقي الدنيا سهله، ان احنا دي هتفيدنا جدا في المعادلات، نكتب المعادله مره واحده وننسخها لباقي الخلايا. طيب نيجي بقى لتنسيقات الارقام اللي احنا سيبناها امبارح، تمام؟ ايه تنسيقات الارقام دي؟ اول حاجه انا مثلا كتبت المرتب وما كتبتش جنبه، انا عايز اكتب مثلا مرتب يبقى يكتب جنبه مثلا جنيه مصري، ريال، دينار، درهم، طبعا لان الاكسل هو بيتعامل مع الحسابات، يعني انت عايز تبقى عارف مثلا العمله دولار، يورو، رمز العمله، او مثلا لو عايز تكتب التاريخ ده بدل ما يكتب اسم رقم الشهر يكتب اسمه، او يتحول لهجري، انت كتبته مثلا ميلادي فانت عايز تخلي تنسيق الارقام هجري او التواريخ دي هجريه عشان مثلا البلد بتتعامل بتاريخ الهجري، وارد. فازاي نغير تنسيقات الارقام بقى، مش تنسيقات النص، لا تنسيقات اللي هو النمبر. اول حاجه لازم نحدد الخلايا احنا عايزين ننسقها، تمام؟
وانا لو عايز ان انا احط جنبها رمز العملة بتاعتي هاجي من هنا accounting number format او تنسيقات ارقام الحساب، وهيبتدي يا اما دولار اللي هو اليورو الياباني ده الين اليابان تقريبا فرانك فرنسي، تبتدي تختار رمز العملة تقول لي هم دول بس العملات اللي عنده. لا لا طبعا، more accounting formats تنسيقات محاسبة إضافية هتلاقي، بصوا كده هتلاقي هنا يا جماعة شايفين الجزء اللي على اليسار ده ان هو accounting حسابات، وهتلاقي symbol ده رمز الرمز رمز العملة. وعلى فكرة بيكتب الأول كل العملات، هتلاقي كل العملات اللي في الدنيا، رموز كل العملات اللي في الدنيا، بيكتب الرمز وجنبه البلد، وبعدين هتلاقي اختصارا للرمز ده. بصوا كده انا ماشي واحده واحده عشان اوريها لكم. بصوا كاتب كل رمز واسم البلد بتاعته، وبعدين هتلاقوا بصوا كده لو نزلت تحت شويه الاختصارات بتاعت العملات بس فقط. طب ممكن نختار احنا رمز اي عمله وليكن اي حاجه، مثلا فين جنيه مصري اهو، كليك كده. طب انا اخترت جنيه ميم، كان ممكن اختار اللي هي اي جي بي اللي هو رمز العملة بالانجلش، وبعد كده اقول له اوكي تمام اتكتب. و لازم تلاحظوا حاجة، طبعا كتب رمز العملة، لازم تلاحظوا حاجة ان الكسور اللي كانت هنا بقت بس رقمين، يعني انا كنت كاتبة بصوا كده معايا، ممكن اعمل كنترول زد اوريكم، هي كانت بس رقمين، لا كانت اكتر. طب انا لا اوكي خليني اوريكم حاجة تانية. بص لو انا مثلا كنت كاتبة كده هنا، انا بس عايزه اوريكم حاجه اللي هي بتحصل لازم تخلي بالنا منها، لان انا لو كنتش كاتبه كسور ما كنتش يعني مش هتلاحظوا الحكايه دي. بصوا كده انا هحددهم تاني واروح اختار رمز العمله، تمام اوكي. لاحظتوا ايه؟ ان هو شال الكسور دي كلها وخلاهم ايه، رقمين عشريين فقط، يعني كأنه عمل تقريب لاخر رقمين عشريين انا كاتباهم. لو يا جماعة لو انا كنت كاتبة ارقام كده من غير اي كسور، بصوا مثلا 300 100 او مثلا 190 مع كده مثلا 200 مع كده مثلا شوية 5 كده، لو جيت حددت دول وقلت له انا عايزهم رمز العملة اللي هو الدولار ده مثلا، اوكي لاحظين عمل ايه، بوينت زيرو زيرو، مكنتش كاتب مكسور، هو عمل بوينت زيرو زيرو. الاكسل علشان هو خاص بالحسابات لازم بيتعامل مع دقة الارقام، انت عايز الرقم ده دقته قد ايه، عارفين كده لما تروح البنك ويقول لك مش عارفة حسابك كام وكام قرش وكام من 100، تمام. هو الفكرة في كده ان انت الارقام دي انا هجيبها لك لاخر رقمين عشريين لو في كسور، طبعا لو ما فيش كسور وحط اصفار هنا لو تلاحظوا ان انا كان عندي كسور. بصوا كده لو انا وقفت على المرتب بتاع علي ده هتلاقوا في شريط الصيغة فوق ده كسر كبير جدا، يعني بصوا كام رقم انا كاتبه، 2 4 6 5 7، فهو عمل لهم اخر رقمين عشريين، تمام. طب هو ازاي اختار كده؟ لو انا لو خدتوا بالكم وانا بختار رمز العملة، بصوا خليني اختار رمز العملة، بصوا كده وانا بختار رمز العملة يا جماعة في حاجة اسمها ديسمال بليسز، المنازل العشرية. كلمة ديسيمال بليسز دي معناها المنازل العشرية، يعني هو عايز يقول لي انت عايز دقة الرقم بتاعك قد ايه،
كام رقم بعد العلامة العشرية؟ هنا مكتوب 2، هو عمل وفد افتراضي مع نفسه وعمله رقمين، يبقى هو بيقول لي انا لو في اي كسر كبير هجيب اخليه اخر رقمين عشريين. طب انا اقول له لا، انا عايز اخر رقم عشري واحد. شايفين هنا؟ بصوا لما كانت رقمين عشريين 65 من 100، رقم عشر واحد بقى 7 من 10. طبعا في لا تعرف ان ده رياضة، ففي الرياضة من 5 والفوق بيزود، بيدي رقم، بيزود واحد على الرقم اللي قبله. فهي كانت 65 من 100، لو انا خليتها كام من 10 تبقى 7 من 10. طب انا مش عايز اي ارقام عشرية، مش عايز كسور، انا عايز اقول له لو عندي كسور خليها الاقرب رقم صحيح. هقول له زيرو، فزيرو بصوا كده هو كان 788 و7 من 10، هيجيبها اخر رقم صحيح يبقى كام؟ 789 بدل 88. تمام، لان 7 من 10 هتدي واحد اللي قبلها، تبقى 789 بدل 788. تمام، ممكن اقول له انا عايز الرقم بتاعي الاكتر من رقمين، يعني اكتر حاجة من 100 خليها من 1000، يبقى الحساب بتاعك مثلا وراتبه 788 و653 من 1000. تمام، فالمنازل العشرية دي احنا ممكن نتحكم فيها علشان نقول احنا عايزين الرقم دقته قد ايه. تمام، خليه اقرب تلات، خليها رقمين عشريين وقول له اوكي. فتلاحظوا كل الكسور دي اختفت اهو، شايفين اهو انا كاتبة ارقام كبيرة كسور، يعني كاتبة كسور مثلا الكسر فيه لغاية مثلا كام، مش كام من الاف، مئات الالاف، فهو جاب لاخر رقمين عشريين. تمام، طيب في تنسيق تاني انا خليته، بصوا لو انا بصوا هما كانوا كده مثلا، عايز اشيل التنسيقات بتاعتهم بتاعة العملة وارجعهم ارقام من غير رمز العملة. طب اضغط انا رمز العملة، مفيش حاجة، مفيش حتى نو فورمات، يعني لا، امال اعمل ايه؟ شايفين كلمة اكاونتنج، هو بيقول لي ان ده حسابات عشان اخترت ان هو ارقام محاسبه. هقول له كده، اقول له ايه جنرال، ده عادي نو سبيسيفيك فورمات، من غير اي تنسيق محدد اهو، رجعته كده من غير اي تنسيقات لارقام. طيب نعمل حاجه تانية او تنسيق تاني لارقام. لو انا عندي مثلا، انا همسح دول مثلا كده، وانا معلش انا ايدي بتيجي على الباك سبيس بدل الديليت. انا هقول له هنا مثلا ايه الخصم، تمام، هكتب مثلا الخصم ده كام، 2 من 10، ومثلا واحد تاني 2 من 100، وواحد تاني مثلا 3 من 100، وده الخصم بتاعه مثلا 1 من 10، وده الخصم بتاعه مثلا 4 من 100، وده الخصم بتاعه 5 من 10، وده الخصم بتاعه مثلا كده. طب انا عايزة اقول مثلا نسبة الخصم كام، كام في المية؟ هنا 2 من 10 يعني كام؟ يعني 20%. يعني مفترض انا عايزة اقول، انا لو عايزة احول الارقام دول لنسبة مئوية، يعني بدل ما تتكتب 2% بالطريقة دي تتكتب 2 وجنبها علامة في المية، يبقى 2%، ان انا بس احط جنبها العلامة المئوية، الرمز العلامة المئوية ويتكتب جنبها 2. اعمل ازاي؟ شايفين العلامة دي بتعمل ايه؟ برسنت ستايل، اللي هي بتحط لي رمز العلامة المئوية وتضرب الرقم في 100، هي بتعمل كده، بتضرب لك الرقم ده في 100 وتحط لك جنبه رمز العلامة المئوية. بصوا كده، 2 من 100 اللي هي 2 على 100، اتنين من عشرة دي على 100، هي 2 على 10 في 100، فتطلع لك 20%. هنا دي 2 من 100، يعني 2 على 100 هو ضربها في 100، فبقت 2 كده في المية. انا هراها 2%، 3%، 10%، 4%، 50% اللي هي نص، اللي هي 5 من 10، اللي هي دي 6 من 100، 6% اهي. فهو بيعمل ايه؟ بيضرب كل رقم في 100 ويحط لي جنبه رمز علامة مئوية. عارفين انا كنت كاتبه مثلا هنا 1،
الواحد ده 100%، واحد من غير اي علامات عشرية، هو بيضرب الرقم في 100 ويحط لك جنبه رمز العلامة المئوية. ده تنسيق، مش بيحسب حاجة، تمام؟ عشان كان في ناس فاكرة ان هو بيجيب لنا نسبة مئوية زي بتاعة الثانوية العامة كده، لا ما بيعملش كده. هو النسبة بتاعة الثانوية العامة دي ده عملية حسابية تانية، بتضرب رقم في 100 وتقسمه على المجموع الكلي لكن هنا بس هو بيضرب رقم في 100 بس، وبيحط جنبه العلامة المئوية، تمام؟ طيب في حاجة تانية، تنسيق تاني، العلامة دي اسمها كوما ستايل. ايه كوما ستايل دي؟ لو انا بكتب شوية ارقام كده، مثلا انا بكتب 10,000، مثلا 100,000، 2000، في الرياضة يا جماعة بيعمل ايه في الارقام الالاف دي؟ مش بيعمل كوما بعد كل 3 ارقام يعمل كوما؟ ده اللي بيعمله في الرياضة. يعني احنا بنتعلم ازاي ننسق الارقام، تمام؟ ففي الرياضة في تنسيق، ان انت لما بتكتب ارقام فيها الاف بيعمل فصل لكل 3 ارقام. لو انا حددت كده وجيت قلت له الكوما ستايل ده، شايفين؟ بعد كل 3 ارقام عمل كوما، ولاحظ انه عمل برضه بوينت زيرو زيرو. يعني عايز يفهمني لو الرقم اللي انت كاتبه ده فيه كسور هيجيب اقرب رقمين عشريين. يعني انا لو كنت كاتبه هنا 10,000 دي بوينت بوينت شوية كسور كده انتر، هو هيجيب لي اقرب رقمين عشرين بس، تمام؟ بس هو حط الكوميدي لفواصل الالاف، فواصل الالاف، تمام؟ فده تنسيق، ان انا عايز الارقام اللي بالالاف يتحط لها كوما. طبعا على فكرة ساعات لما لو الارقام المحاسبية دي فيها الاف، يعني هي بس عشان هنا 500، يعني مثلا لو هي ما كانش 500 كانت مثلا كده 2000 مثلا، بصوا هو الواحد هيحط طالما انت خليتها ارقام محاسبية فهو الواحد بيحط فاصل الالف، تمام؟ احنا بنتكلم لو ارقام عادية ومش ارقام محاسبية، ازاي انا احط لها فواصل الالف من الاداة دي اللي هي كوما ستايل، تمام؟ ممكن نرجعهم تاني نقول له هنا جنرال من غير اي فواصل الف، تمام؟ او نخليها فواصل الف. الفكرة بس ان احنا بنتعلم دلوقتي تنسيقات الارقام بس، ما بنعملش اي حسابات لسه، احنا ما دخلناش في موال ان احنا ازاي نعمل نخلي اكسل هو اللي يحسب او يجمع او يطرح. احنا بس اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بننسق الارقام بتاعتنا. طيب ايه الاداة دي والاداة دي بيعملوا ايه؟ دي بتعمل انكريز ديسيمال. احنا مش قلنا معنى كلمة ديسيمال هي منازل عشرية؟ فدي بتزود لي المنازل العشرية. يعني ايه؟ انا هنا كنت مخليها كام منزلة عشرية؟ كام ديسيمال بليسز؟ كام منزلة عشرية؟ 2. طب انا عايز اخليهم 3، عايز اخليهم 4، لا عايز اخليهم مثلا اقل، عايز اخليهم 1. هتقولي ما انا ارجع اختار تاني رمز العملة واختار المنازل العشرية. لا، ممكن نعملها من بره. ازاي؟ هنا increase، بصوا كده بتزود المنازل العشرية، بترجع لك الكسور بتاعتي اهي. طب واللي جنبها بتعمل ايه؟ بتعمل عكس، بتعمل decrease اللي هو انقاص، decrease decimal انقاص المنازل العشرية. بس هي مش بتشيل الرقم وبس يا جماعة، هي بتعمله تقريب. يعني لاحظوا كده مثلا ادي اهو دي 935 من 100، لو جيت شلت الخمسة دي التلاتة مفترض تبقى 4، يعني تبقى 94 من 100. بصوا، تمام؟ يبقى دي بتعمل زيادة المنازل العشرية ودي بتعمل انقاص للمنازل العشرية.
تمام. طيب لغاية كده واضح؟ واضح أوي يا باشمهندس. ماشي ماشي يا مي. ويا ريت تكونوا بتطبقوا معايا. احنا البيانات اللي انتوا كتبتوها امبارح في الشيت ممكن تبتدوا تطبقوا على اللي احنا بنعمله ده. طيب انا كنت عايزاكم تضيفوا عمود للتاريخ علشان نبتدي ننسق التاريخ مع بعض. يعني في البيانات اللي انتوا كاتبينها ابتدوا ضيفوا عمود للتاريخ وابتدوا اكتبوا تاريخ. وزي ما قلت لكم السلاح او الشرطة المائلة دي بتاعت التاريخ، لان في كذا عندنا سلاش وباك سلاش، عندنا سلاش وباك سلاش. فلو انت مثلا اخترت الباك سلاش هتطلع غلط. فانت اختار السلاش دي هتبقى ايه، يا اما في اللابتوب اللي هي جنب الشيفت على ايدكو اليمين، او في لو في الكيبورد العادية زي ما قلتلكوا اللي هي احمد بيقول عايزين مراجعة. احنا ابتدينا حاجات كتير يا احمد عشان نراجعها. تمام حاضر ماشي، هنراجع بس اخلص الجزئية دي ونراجع تاني مع بعض. بصوا كده اهم حاجة بس ان انا عايزاكم تعملوا التاريخ، تكتبولي ابتدي معانا يا احمد من الجزئية دي وهنراجع الجزئية اللي فاتت. طيب الاول انا عايزاكم تضيفوا بس حقل للتاريخ او عمود كده للتاريخ وتكتبوا فيه تواريخ بالشكل ده، اي تواريخ. بس انا عايزه الشرطه المايله زي ما قلت لكم اللي هي في الكيبورد العاديه اللي في الاله الحاسبه اللي على ايدكم اليمين، او في اللابتوب في شرطه كده عند جنب شيفت اللي على ايدكم اليمين برضو. تمام. طب لو انا عايزه اغير تنسيق التاريخ، خليك معانا يا احمد. ازاي اغير تنسيق التاريخ؟ اخلي ارقام بدل ما هو مثلا يكتب لي رقم الشهر يكتب لي اسم الشهر، او احوله من تاريخ ميلادي لهجري، او احوله للقبطي اللي هو عارفين او اللي هو كانون وحيزران وايلول ومش عارف الكلام ده. ازاي نغير ده لو انا حددت كده البيانات اللي لاحظوا ان انا بس حددت الخلايا اللي انا كاتبه فيها التواريخ، ما حددتش اللي فيها كلمة التاريخ. تمام. لا الخلايا بس اللي فيها التواريخ اللي انا كاتباها. وبعدين هتلاقوا ان انا كتب كلمة ديت. تمام. لو فتحت السهم ده اللي جنب كلمة ديت هتلاقي ايه، هتلاقي الحاجات اللي احنا اخترناها من بره، بس هتلاقي في كلمة لونج ديت تاريخ طويل، وشورت ديت وتاريخ قصير. طبعا احنا كنا مطبقين الشورت ديت، ممكن نقول له لونج ديت. اهو كتب الجمعة، بصوا جاب كل تاريخ اليوم والشهر بتاعه كمان، اليوم والشهر ويوم والتاريخ. طب انا عايزة اغير تنسيق مش بالشكل ده. تمام. نفتح هنا ونقول له more number format، تنسيقات ارقام اضافية. هتلاقوا ان هنا محدد كلمة الديت التاريخ، واختار التنسيق ده. هقول له لا انا عايز مثلا يكتب بالشكل ده، مارس مثلا 14 مارس 2001، يكتب اسم الشهر وبعد كده اليوم وبعد كده السنة. اوكي اهو. تاني نحدد الخلايا فيها التاريخ ونفتح السهم ده ونبتدي نقول له مثلا more number formats، تنسيقات ارقام اضافية. نبتدي نختار شكل التاريخ وممكن التاريخ والوقت، وممكن يكون بالشكل ده او بالشكل ده، اليوم واسم الشهر وبعد كده السنة، اليوم اسم الشهر السنة. وممكن نعمل حاجة تانية نحددهم، وممكن بدل ما نفتح هنا نفتح السهم ده. مش احنا قلنا السهم ده بيدينا اوامر اضافية؟ تمام. فهنا واقف على الديت. طب انا عايز احوله هجري، شايفين اللوكال او اللوكيشن هو مكتوب لي انجلش او يو اس، خليها حاجة تانية، حاجة عربي طبعا. عرب ايجيبت. تمام. بس خليها مثلا ايه
بقى اخترت عدد عرب ايجن الكليندر بتاع الكليندر دي ممكن اختارها مثلا ايه ام القرى فين ميدل ايست ام القرى ام القرى ده اللي هو يطلع لك التاريخ الهجري فابتدي التاريخ الهجري ساعات بيتكتب كده بالارقام برضو او يكتب لك مثلا كده اهو اوكي يجيب لك كل تاريخ ميلادي انت كتبته يجيب لك الهجري المقابل ليه تمام يبقى احنا اتعلمنا ازاي ننسق ال مش جاي معايا يا باشا، ايه مش جاي معايا، أنا واقف هنا على مش الكلام جاية كله ليه؟ بس كله. بص استاذ احمد لو انت كتبت التاريخ بشكل بشرطة مايلة غلط يعني بص كده لو انا كتبت مثلا 5 شرطة كده شايف معايا او 4 مثلا 3 شرطة دي 2010 هو مش شايفها تاريخ تيجي تقف هنا ما يكتب لكش هنا ديت كتب لك جنرال مفيش مشكلة يا مان عشان كده انا قلت تمام ان احنا نكتب اللي هي الشرطة المايلة الناحية التانية اللي هي كده بص كده جربها كده اول ما تقف كده ده تقف عليه كده تاني تلاقي ان هو كتب هنا ديت هو شايف ان ده تاريخ ما ظبطت جربها و ماشي فاحنا ممكن نحدد الارقام كده التواريخ يعني عندنا ونفتح السهم ده او نفتح السهم ده اللي هو خاص بالنمبر ونقول له ان هو مثلا احنا هنغير اللوكيشن او نغير النتيجه بتاعتنا نخليها مثلا ايه في عربي ويستر اللي هو بص عربي اللي هو عربي غربي اللي هو يكتب لك مثلا ايه حزيران كانون الكلام ده نيسان تمام فممكن نغير التاريخ بأي تنسيق احنا عايزينه تمام طيب عشان احنا عايزين نبدأ حاجة جديدة فقبل ما نبدأ حاجة جديدة لغاية كده انا ان شاء الله يعني مفيش حاجة غير ان احنا نعمل نراجع سريعا على اللي احنا قلناه علشان الناس اللي دخلت متأخر يبقوا معانا اكونت بصوا هو انت واخد اتفضل معلش طب انا عندي بيكرر الشهر يعني مثلا لو يونيو بيكرر الايام كلها يونيو ما بيجيبش التسلسل طيب بص يونيو انت مثلا كتبت يونيو بالعربي مثلا كده اه ماشي لا انا قصدي في التاريخ في التاريخ نفسه انا كاتب التاريخ وباجي اعمل له التنسيق لا ازاي ما مثلا يمكن انت كاتبهم اللي هو كلهم يونيو يعني بص لا لا طب انت ركز كده ممكن تكون كاتبهم كلهم نفس الشهر ازاي هو لو هو ما بيعملش تسلسل هنا يا استاذ شاكر هو مجرد بس بيغير شكل التنسيق يعني هو بس بيغير حاجات اللي انت كاتبها هو ملوش دعوة مش بيغير مش بيعمل ممكن ايوه ممكن تكون انت ايوه تمام ما بقول لك انت ممكن تكون كاتب نفس الشهر او عملت كده نفس الشهر طيب جربها وقول لي برضو تمام فاحنا بقى احمد معانا بص بقى احنا ايه اللي اخدناه من اول ما بدأنا طب خلاص نوقف التسجيل عشان احنا هنراجع